هذا يا جماعة الخير بهق، اللي بإيدي عبارة عن بهق بالعربي الفصحى، بهق بالكويتي نقص الميلانين بالعلمي، دي بيجمنتس بالإنجليش. أوكي بهق. وفاة الكويتية غدير البرغس وتساءل الكثير عن تفاصيل حياتها والمرض الذي تسبب في وفاتها. وتعتبر غدير البرغس مصممة أزياء كويتية حققت شهرة في مجال الأزياء والتصميم، حيث قدمت تصميمات حققت بها شهرة في الخليج العربي. وكانت غدير تهتم بنشر صورها بشكل دائم ومشاركة متابعيها بكيفية الاهتمام والعناية بالبشرة والتركيز على الموضة، مما جعل لها عدد كبير من المتابعين. وقبل أيام دخلت غدير المستشفى ولكنها لم تكشف عن سبب مرضها، واكتفت فقط بنشر تفاصيل ما تعاني منه. ولكن الناشطة لطيفة أكدت أنها تعاني من مرض يتسبب بتجمع الماء في الأعضاء الحيوية في الجسم كالرئة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.